فيه. المداخلة الأخيرة وهي للدكتور حسين محمد الربابعة من جامعة البلقاء التطبيقية بالأردن في موضوع التجديد في الفقه الاقتصادي الإسلامي المعاصر، الدكتور سامي حمود نموذجا فليتقدم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن أبدأ بعرض البحث الذي تقدمت به إلى هذا المؤتمر المبارك، فبما أننا في مؤتمر التجديد فإنني أجدد الشكر والتقدير والثناء للقائمين على هذا المؤتمر، وأشكر إدارة هذه الكلية المباركة وكل العاملين فيها، والشكر الموصول لهذا الشعب المغربي العظيم الذي أنجب للأمة الجهابذة من العلماء في الماضي والحاضر وفي المستقبل إن شاء الله. فالمغرب كنز عظيم للعلم لأمة المسلمين. وأشكر رئيس الجلسة، وأشكره أيضا أنه تذكر ذكرى بحثي واسمي واستدرك ذلك فيما بعد. أما بالنسبة لموضوع البحث الذي تقدمت به فهو التجديد في الفقه الاقتصادي الإسلامي المعاصر، سامي حمود نموذجا. أيها الإخوة والأخوات، أيها الحضور المبارك، نحن نعلم أن المال هو عصب الحياة، والإسلام اهتم بالمال اهتماما كبيرا ووضع له القواعد والأسس السليمة التي تضبط علاقة الإنسان بالمال وتعامل الإنسان بالمال وتصرف الإنسان بهذا المال الذي رزقه الله إياه وأعطاه له. وننطلق في ذلك من قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ونحن نعلم أن العالم متطور ومتسارع، فكل يوم تستجد القضايا والمسائل التي تواجه البشر، والإسلام جاء ليضع الحلول الناجعة والحلول السليمة لما يستجد من قضايا. فالمسلمون لا يعيشون في عالم منعزل عن الآخرين، فنحن نتداخل مع الناس في المعاملات وخصوصا المعاملات المالية. وانتشرت في العالم الإسلامي فكرة البنوك الإسلامية، حتى أن هذه البنوك امتدت وانتشرت في أوروبا وفي أمريكا، إذ أن الغرب أعجب بالنظام الاقتصادي الإسلامي. وبحثي هذا قسمته إلى 5 محاور. فبعد أن أقول إن هذا الدين قد أكمله الله عز وجل، إن هذا الدين قد أكمله الله عز وجل وجعل لنا شريعة مشتملة على الأصول والقواعد العامة التي تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان، محققة سعادة البشرية في العاجل والآجل، ومستوعبة لكل حادثة. وبما أن الحياة في تطور مستمر ودائم، فإن ذلك يعني أن مسائلها ستبقى متجددة، وذلك يقضي بيان حكم الله والكشف عنه في جميع تلك المستجدات، كي تبقى هذه الشريعة هي الحاكمة لأفعال العباد. ولا شك أن الناس يحتاجون من يجدد لهم كل ما يتعلق بشؤون حياتهم اليومية، ويعالج لهم مشكلاتهم العامة من ناحية الفقهية تتماشى مع واقعهم اليوم المعاش. ولهذا لا بد من أن يتصدى لذلك عدد من الفقهاء يتفقهوا في الدين ويتعمقوا في فهم نصوصه ومقاصده لاستنباط أحكام شرعية تتلائم مع مستجدات الواقع اليوم المعاش،
من أجل مواكبة العصر وتطوراته، وهذا الأمر كان ملحا في معظم مجالات الحياة، فإنه أكثر إلحاحا في مجال المعاملات المالية الإسلامية، أو ما أصبح يعرف في هذه الأيام بالاقتصاد الإسلامي، حيث أن ما يتم من تطور وتجديد في سوق المال والأعمال العالمي يحتاج إلى فئة من المجددين في الفقه المالي الإسلامي لمواكبة هذا التطور المتسارع في هذا الميدان. ومن بين الأعلام الذين يشار إليهم بالبنان في هذا المضمار العلامة الأستاذ الدكتور سامي حمود. بالنسبة للمحور الأول في هذا البحث يدور حول مدى الحاجة إلى التجديد في فقه المعاملات الإسلامية أو المالية. نحن يعني من خلال الجلسات والأبحاث التي قدمت في هذا البحث لاحظنا ووجدنا أن التجديد ضرورة في مختلف العلوم الإسلامية، ومن ضمنها المعاملات المصرفية، لأنه كما قلت المال عصب الحياة، والناس بحاجة ماسة إلى كل ما يستجد من تطورات، والأوراق المالية والمعاملات البنكية تتطور وتستجد مع تطور الحياة. فإن التطور المصرفي المتسارع في العالم وظهور أنواع كثيرة من المعاملات والأوراق المالية المختلفة استدعى هذا الواقع قيام المجتهدين من العلماء المسلمين القيام بواجبهم تجاه دينهم وشريعتهم، ووضع القواعد والأسس المالية التي تتفق وتنسجم مع نصوص الشريعة لتخدم الأسواق الإسلامية، ولكي لا تبقى هذه الأسواق بعيدة عن مواكبة التطور المستمر في سبل العيش والمعاملات التي تجري بين الناس. وحين يلاحظ المرء النمو في البنوك الإسلامية الذي أخذ ينتشر بشكل واسع حتى في البلدان الغربية ليقارب عددها 270 بنك، وقد يؤثر التأثير البالغ في توجهات الناس سواء أكانوا عملاء أم عاملين. وهذا الانتشار الكبير مقارنة مع العمر الزمني القصير لها أحدث طلبا كبيرا على بعض المجالات التي لابد وأن يحتويها نموذج البنك الإسلامي أو هيكل البنك الإسلامي، وأحدها الرقابة الشرعية أو الهيئة الشرعية التي تقوم بمراقبة أعمال البنك من الناحية الشرعية. وحين يلاحظ المرء النمو في البنوك الإسلامية الذي أخذ ينتشر بشكل واسع حتى في البلدان الغربية ليقارب عددها 270 بنك، وقد يؤثر التأثير البالغ في توجهات الناس سواء كانوا عملاء أم عاملين. وهناك منطلقات منهجية للتجديد في مجال المعاملات المالية الإسلامية تتمثل بأربعة أسس. الأساس الأول رعاية النصوص الشرعية، رعاية قواعد الاستنباط وأدواته، ورعاية التراث الفقهي، ورعاية فقه الواقعة. وأما بالنسبة إلى المحور الثاني لهذا البحث أهلية المجدد، لابد لمن يجدد في المعاملات الإسلامية المعاصرة أن تتوافر فيه عدة شروط. الشرط الأول، هناك منها ما هو متفق عليها وبعضها مختلف فيه، أن يكون المجدد من الفرقة الناجية يعني من أهل السنة والجماعة، أن يكون لدى المجدد الحد الكافي من العلم الشرعي، أن يكون المجدد صاحب همة عالية. وهناك صفات ينبغي أن يتصف بها المجدد، أن يكون المجدد معروفا بصفاء العقيدة وسلامة المنهج، أن يكون عالما لا بل مجتهدا، أن يشمل تجديده ميداني الفكر والسلوك في المجتمع، وأن يعم نفعه أهل زمانه. وهناك أمور عامة ينبغي أن تتوافر في المجدد، الحفظ الجيد للقرآن، وحفظ قدر كبير من الأحاديث النبوية، ومعرفة العقيدة الصحيحة والعقائد الباطلة، الإلمام بسير مجموعة من الصحابة والتابعين الإلمام بسير مجموعة من الصحابة والتابعين والفقهاء وكيفية حياتهم، الإحاطة بقواعد اللغة والإحاطة بقواعد الفقه والأصول والقراءات. بالنسبة للمحور الثالث ضوابط التجديد في الفقه الإسلامي، هناك نوعين من الضوابط، ضوابط عامة وضوابط خاصة.
الضوابط العامة أن يكون التجديد فيما يجوز فيه الاجتهاد، أن يكون وثيق الصلة بواقع المسلمين، التطبيق العملي للتجديد وتجديد روح الدين في نفوس الأمة. الفرع الثاني ضوابط خاصة بالمجدد، أهمها معرفة قواعد الاستنباط عن الأئمة والتعرف على كيفية معالجتهم لواقع عصرهم وكيفية ربط الأمة الأئمة الفروع بالقواعد الكلية. المحور الرابع، المحور الرابع هو ما يقبل التجديد وما لا يقبل التجديد. الأحكام الشرعية بالنسبة للتجديد نوعان: ما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز. ما لا يجوز الاجتهاد فيه فهو الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة التي ثبتت بدليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، مثل الصلوات الخمس والصيام، فلا مجال للاجتهاد فيها. هناك أمور يجوز الاجتهاد فيها وهي النصوص التي وردت بنص ظني الثبوت أو الدلالة أو ظني أحدهما. وبالنسبة للمحور الخامس والأخير اللي هو النموذج الذي اخترته كمجدد في مجال المصارف أو العلوم الإسلامية المعاصرة هو الأستاذ الدكتور سامي حمود، ويعد سامي حسن محمود حمود، هو المدير العام، آخر دقيقة بس، هو المدير العام لمركز البركة للبحوث والاستشارات المالية والإسلامية، ومن أبرز المجددين في المعاملات المالية والإسلامية المعاصرة، ومن أبرز القضايا المالية التي اجتهد فيها بيع المرابحة للأمر بالشراء. بيع المرابحة للأمر بالشراء هي المعاملة الرئيسية في المعاملات البنكية الإسلامية الآن، وقد شاعت صيغة بيع المرابحة للأمر بالشراء وتلقفتها البنوك الإسلامية الناشئة في البلاد الإسلامية وخارجها، واعتمد عليها البنك الإسلامي للتنمية في مجال التجارة الخارجية. أيضا ومن الجهود التي قام بها سامي حمود محاولته تطبيق المضاربة في المصارف الإسلامية، ويرى أن تطبيق المضاربة بشكلها الثنائي التقليد المبين في المؤلفات الفقهية أمر يتعذر تحقيقه في مجال الاستثمار الجماعي. ومن الآراء الفقهية المعاصرة التي تبناها أيضا إباحة التعامل بأسهم الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل، إلا أنها تتعامل بالحرام أحيانا بشراء أسهمها وبيعها ما لم ينص نظامها الأساسي على تعاملها بالربا. ومن الآراء الإسلامية التي جاء بها في تحقيق التنمية الاقتصادية، مما سبق يتبين أننا سامي حمود من أعلام التجديد في جانب المعاملات المالية المعاصرة وله اجتهاده، وإن كثيرا من المؤسسات المصرفية الإسلامية اليوم عالة على اجتهاده وتجديده وعلمه، ويعد مجددا اقتصاديا في هذا العصر. وشكرا للجميع لحسن الاستماع، وشكرا لرئيس الجلسة الذي صبر على الإطالة. شكرا.